أنت أن العاقل لا يخاصم السفهاء ولا يقبل أن يستدره سفيه إلى أي نزاع أو إلى أي خصومة، فأنت خاسر على كل حال. إذا جريت في خلق دنيء يقول أبو تمام فأنت وحشاكم، فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه من الغدر الوفاء. وكم من أقوام تراهم في حيك، تراهم في مدينتك، تراهم في سفرك، قد يكون الرجل منهم ساقط الحياة. فمثل هذا كما لا تقبله صديقا لا تقبله عدوا، وداره ما استطعت. وقد قال العلماء 9 أعشار العقل في مدارات الناس، 9 أعشار العقل في مدارات الناس. وقد قالوا إن التودد إلى الناس نصف العقل، والتدبير نصف الرزق. والمراد منه أن المتنبي على ما شاء من حكمه، لكنه لم ينتفع هو بما علم الناس.